إذن نبدأ على بركة الله. معكم المدربة مريم عبد الله خيري، معلمة من إدارة تعليم الطائف، بكالوريوس العلوم والتربية تخصص فيزياء من جامعة الملك عبد العزيز، ماجستير مناهج وطرق تدريس العلوم من جامعة الطائف، حاليا طالبة دكتوراه في جامعة الملك خالد تخصص مناهج وطرق تدريس العلوم، مدربة معتمدة من عدة جهات محلية ودولية، دربت أكثر من 3000 شخص بفضل الله سبحانه وتعالى خلال ما يقارب 900 ساعة تدريبية. بإذن الله تعالى برنامجنا جميل يفيد المعلمين وحتى الوالدين في التعامل مع أطفالهم. ننطلق على بركة الله. بإذن الله تعالى راح يكون فيه تسجيل للندوة، بينزل على اللي هو حساب تزامن المنصة الإلكترونية على اليوتيوب. أيضا راح يكون فيه تحت رابط الندوة في حسابي على تويتر مصادر إثرائية اللي يحب يستزيد بعد الندوة، بإذن الله أنزلها على مدى الأيام القادمة. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا تمام الصور. طيب تمام. الهدف العام من ندوتنا اليوم هو التعرف على نظرية الذكاءات المتعددة وكيفية توظيفها في التربية والتعليم. الأهداف التفصيلية ستكون بإذن الله تعالى في نهاية البرنامج، نكون قادرين على تحديد مفهوم الذكاء، نظرية الذكاءات المتعددة، نتعرف على المبادئ التي قامت عليها نظرية الذكاءات المتعددة، بالإضافة إلى معرفة أهمية نظرية الذكاءات المتعددة ووصف الذكاءات المتعددة وكيفية الاستفادة منها في التربية والتعليم. خلونا نبدأ نشوف مع بعض ما يعني بالذكاء أو ما هو مفهوم الذكاء. شاركوني الإجابة على هذا السؤال على الشات. ما هو مفهوم الذكاء من وجهة نظرك؟ من وجهة نظركم ما هو مفهوم الذكاء؟ أستاذة إيمان، الصوت واضح، ممكن في عندك مشكلة في الإعدادات بس. قدرات عقلية، عملية، عقلية، القدرة على الاستجابة، مشاركات جميلة، قدرات شخصية للتعامل مع الأحداث والمحيط، تفكير، مستوى متقدم من القدرات العقلية. طيب تمام. قدرات ومهارات، القدرة على التفكير السليم، قدرات ومواهب، القدرة على التفكير الله سبحانه وتعالى، جميل، سرعة التصرف، إنجاز العمل بشكل مميز، الإبداع والابتكار، خبرات جميلة جدا، مشاركاتكم، الاستجابات للظروف، سرعة الفهم والبديهة، مهارة. طيب الله يعطيكم العافية، بداية جميلة. الذكاء يعرف في المعجم الوسيط بأنه القدرة أو قدرة على التحليل والتركيب والتمييز والاختيار عفوا وعلى التكيف إزاء المواقف المختلفة. الذكاء في قاموس التربية intelligence هو القدرة على التكيف السريع مع وضع مستجد. في الحقيقة أنه كان معروف مسبقاً اللي هو نظرية تسمى نظرية الذكاء الأوحد، وكانت نظرية الذكاء الأوحد تقول لنا أنه
يمكن قياس الذكاء، وإنه الناس جميعاً حسب التوزيع الاعتدالي يتراوح نسبة الذكاء لديهم كما موجود عندنا في الرسم البياني، بحيث إنه من 70 إلى 130 على الآي كيو تيست اللي هو اختبار الذكاء بيكونوا ذكائهم متوسط، إذا كان أقل من كده بيكون ذكاء منخفض، أو إذا كان أعلى من اللي هو القراءة على المنحنى اللي هو أكثر من 130 بيكون ذكائهم مرتفع، وتقل نسبة الناس اللي ذكائهم منخفض أو ذكائهم مرتفع. زي ما إحنا شايفين على الرسم البياني بتكون النسبة أعلى شيء لمتوسطي الذكاء. هذا في نظرية الذكاء الأوحد اللي كان يقول لنا إنه الذكاء نوع واحد، لكن نحن نرى من خلال عنوان ندوتنا إنه الله يسلمك دكتور، آمين يا رب، نرى إنه من خلال عنوان ندوتنا اللي هي الذكاءات المتعددة أن هناك أكثر من نوع من الذكاء. وبالفعل ظهرت لدينا أو تعريف غاردنر ظهر لدينا تعريف غاردنر للذكاء، فعرف غاردنر الذكاء على أنه القدرة على خلق منتج أو تقديم خدمة مهمة لثقافة معينة. وعرف أيضا الذكاء بأنه قدرة الفرد على حل المشاكل التي تواجهه في الحياة. أيضا عرف الذكاء على أنه قدرة الفرد على حل المشكلات حتى يتمكن من اكتساب معرفة جديدة، بمعنى أنه غاردنر أحدث ثورة في نظريات الذكاء عندما أصدر نظريته اللي هي نظرية الذكاءات المتعددة، فقال أنه الإنسان لا يحمل نوع واحد من الذكاء وإنما عدة أنواع من الذكاءات. نظرية غاردنر في الحقيقة أنها تناسب الواقع كثيراً، مفيدة جداً لنا في مجال التربية والتعليم. ظهرت نظرية الذكاءات المتعددة منذ عام 1983، وضعها العالم هوارد غاردنر الذي كان يعمل بكلية التربية في جامعة هارفارد. على ماذا تنص نظرية الذكاءات المتعددة؟ تقول لنا نظرية الذكاءات المتعددة أو تختلف في نظرتها للذكاء عن النظرة التقليدية، زي ما قلنا إنه الذكاء نوع واحد وإنه يمكن قياس الذكاء لدى الأشخاص، وإنه فيه ناس ذكاءهم مرتفع وفي ناس ذكاءهم منخفض. فجاءت هذه النظرية فألغت حكاية إنه هناك أذكياء يعني أغبياء، أو إنه ذكاء مرتفع وذكاء منخفض، فهي ترى أن الإنسان لا يمتلك نوع واحد من الذكاء وإنما لديه مجموعة من الذكاءات التي توجد لدى الأشخاص بنسب متفاوتة. إذن فيه مجموعة من الذكاءات الله سبحانه وتعالى أودعها في كل الناس منذ الولادة، ويتميز كل شخص في ثلاثة أنواع من الذكاءات تكون نسبتها أعلى عنده. كل الذكاءات موجودة في كل الأشخاص، لكن يوجد ثلاثة أنواع عند كل شخص هي أكثر تميز وأكثر وضوح في شخصيته، وتساعد طبعاً البيئة والتربية والوراثة وعوامل متعددة في إنه هذه الثلاثة أنواع تتميز عند الشخص عن باقي الأنواع. باقي الأنواع تكون موجودة ويستطيع هو تنميتها على حسب ما يمر به من خبرات وظروف. تتحدث هذه النظرية عن أبعاد متعددة في الذكاء وتركز على حل المشكلات والإنتاج المبدع. أوضح غاردنر في نظريته أن كل فرد يمتلك 7 قدرات عقلية مستقلة نسبياً. 7 أنواع يعني من الذكاء، 7 قدرات عقلية يقصد فيها أنه 7 أنواع من الذكاء. وأضاف إليها غاردنر ذكاء الثامن في عام 1997، وأضاف ذكاء تاسع في عام 1999. هذه الذكاءات هي تتلخص في الذكاء اللغوي، الذكاء المكاني البصري، الذكاء الجسمي الحركي، الذكاء المنطقي الرياضي، الذكاء الموسيقي، الذكاء الشخصي،
والذكاء الاجتماعي. هذه السبعة أنواع اللي حددها جاردنر في البداية، وأضاف لها في عام 1997 الذكاء الطبيعي، وفي عام 1999 أضاف لها الذكاء الوجودي. إذن الذكاءات تشمل، في أول ما ظهرت النظرية حددت سبعة أنواع من الذكاءات: ذكاء لغوي، ذكاء مكاني بصري، الذكاء الجسمي الحركي، الذكاء الاجتماعي، الذكاء المنطقي الرياضي، الذكاء الموسيقي، والذكاء الشخصي الذاتي، ثم أضيف لها الذكاء الطبيعي والذكاء الوجودي. وما زالت الأبحاث قائمة في هذا المجال، ويضيف الباحثون يعني أنواع أخرى من الذكاءات. تعالوا نتعرف سوياً على افتراضات نظرية الذكاءات المتعددة اللي قامت عليها. هذه النظرية قامت على أن عدة مبادئ نستعرضها، وهي أن البشر لهم اختلافات في القدرات والاهتمامات، وبالتالي نحن لا نتعلم بنفس الطريقة، ونشوف هذا الكلام بالتفصيل سوياً بإذن الله تعالى. نحن لا نستطيع أن نتعلم كل شيء يمكن تعلمه. طيب، كل أنواع الذكاء حيوية وديناميكية. يعني إيه حيوية وديناميكية؟ ممكن أنميها، أيوة نعم ممكن إن أنا أنميها، وممكن تقل، نعم ممكن إنها تقل بعض الذكاءات على حساب تميز أنواع أخرى من الذكاءات لدى الشخص إذا هو قلل من استخدامها أو تنميتها والتعامل مع الأشياء التي تنمي هذا النوع من الذكاء، يبدأ يتراجع وقد يظهر أو يتميز في نوع آخر من أنواع الذكاءات. استخدام ذكاء بعينه يسهم في تحسين وتطوير ذكاء آخر، وهذا ما أثبتته الأبحاث العلمية، فإنه العمل على تنمية نوع من الذكاءات يحسن باقي الذكاءات بشكل عام لدى الشخص. أيضا من المبادئ أنه لا يمكن تمييز أو ملاحظة أو تحديد ذكاء خالص بعينه. يعني إيه هذا الكلام؟ يعني الفصل ما بين الذكاءات هذا يظهر فقط في دراستنا النظرية للموضوع، لكن لدى الشخص، طبعا الشخص أو الإنسان كل متكامل، تظهر فعلا نواحي تميزه في بعض أنواع الذكاءات، زي ما قلنا ثلاثة أنواع من الذكاءات تكون باقي الأنواع موجودة لديه لكن بنسب أقل، إلا أنه لا يمكن الفصل بينها. يستحق كل فرد الفرصة للتعرف على ذكائه وتطويره وتنميته، وبالتالي نحن يعني كمعلمين ومربين لابد أننا نتعرف على هذه النظرية، تساعدنا كثير في التعامل مع الأبناء ومع الطلاب، ويعني تجعلنا نعرف كيف يتعلم كل طفل ويستجيب للحوار أو التعليمات أو الأشياء اللي أنا أكسبها له، ونفس الكلام بالنسبة للطلاب. نيجي نشوف أهمية نظرية جاردنر للذكاءات المتعددة. تعتبر هذه النظرية من النظريات التي لها دور كبير في أو من الجانب التربوي، حيث أنها ركزت على أمور غفلت عنها النظريات الأخرى التي كانت تتحدث عن الذكاء الأوحد. ففي نظرية الذكاء الأوحد، الذكاء الأوحد وغيرها من النظريات، تم إغفال الكثير من المواهب ودفنها بسبب الاعتماد على التقييم الفردي واختبارات الذكاء، بعكس هذه النظرية التي تساعد على كشف القدرات والفروق الفردية. بمعنى أنه في ظل نظرية الذكاءات المتعددة لا يوجد شخص غبي أو قدراته العقلية قليلة وبالتالي نتعامل معاه على هذا الأساس ونعلمه على هذا الأساس، لا، يوجد شخص لديه تفوق في نوع من الذكاءات وتراجع أو نسبة أقل من باقي الذكاءات الموجودة لديه. وفي الحقيقة هذا يساعدنا كثير التعامل مع الطلاب وحتى مع الأبناء. أحيانا لدينا طالب
يشرح المعلم بطريقة معينة الدرس أو يعرض عرض فيديو معين، ثم يبدأ يسأل الطلاب فيلاحظ أنه في ناس تبدأ تجاوب فهمت، سواء كان من الشرح أو من الفيديو أو بأي طريقة أو بالقراءة، أيا كان أسلوب المعلم. لكن في أشخاص لا، ما فهموا الدرس، والسبب يعود أنه مو لأنهم أغبياء أو ذكائهم منخفض، وإنما لم نراعي نوع الذكاء اللي هم يتعلموا فيه، أنواع الذكاء اللي موجودة عندهم بالنسبة عالية، وبالتالي يتعلمون بها أكثر أو أسهل من غيرهم. في مرة حضرت دورة عن أولمبياد العلوم، أولمبياد الفيزياء، فكانت تجربة تقول لنا أنه الطالب المتميز على مستوى المملكة في أولمبياد الفيزياء، كانت أثناء الدورات التحضيرية للأولمبياد، بعد بداية الدورة بفترة بسيطة تحط رأسها على الطاولة، ويبدو للمدربة أنها غير متابعة، فتعتقد المدربة أنها تعبت أو أنه في مشكلة، ما هي قادرة تتابع التدريب. وعندما تسأل المدربة سؤال، تفاجأ أنه الطالبة اللي هي راخية راسها هي أفضل من يجاوب. إذن هنا هذه الطالبة تستوعب أكثر بالسمع أكثر من النظر أو البصر، وهذا طبعا يتطابق مع نظرية الذكاءات الموجودة عندنا. إذن مو الطالب، مو شرط اللي يسمع هو اللي يشاهد الشرح هو اللي يفهم أكثر من غيره، وإنما كل طالب رح يكون له طريقة تعلم تختلف على حسب أنواع الذكاء الأعلى الموجودة عنده. أكدت التطبيقات التربوية لنظرية الذكاءات المتعددة فاعليتها في الجوانب التالية: أولاً في مجال تحسين مستويات التحصيل لدى التلاميذ ورفع مستويات اهتماماتهم اتجاه المحتوى العلمي، بمعنى أنه مستويات التحصيل راح ترتفع لدى الطلاب إذا إحنا راعينا نوع الذكاء الموجود عندهم بنسبة أعلى. ما نقول اللي موجود عندهم ونسكت، لأنه هي كلها موجودة لكن بنسب متفاوتة كما ذكرنا، فبالتالي راح يرتفع مستوى التحصيل إذا أنا راعيت نوع الذكاء الأعلى لدى الطلاب، وبالتالي جعلتهم يتعلمون بما يفيد ذكاءاتهم ذات النسبة الأعلى. إمكانية استخدام الذكاءات المتعددة كمدخل للتدريس باستخدام استراتيجيات متعددة، معنى هذا إن أنا يعني أقدر في ظل أو في كمدخل للذكاءات المتعددة أنوع في استراتيجيات التدريس. إيش رأيكم؟ هل ممكن أدمج ما بين الذكاءات المتعددة وأستفيد منها في اختيار استراتيجيات التدريس اللي أعلم فيها الطلاب؟ جميل. طيب ممكن تعطوني بعض أسماء الاستراتيجيات المستخدمة؟ بعض أسماء استراتيجيات التدريس المستخدمة؟ جميل، مشاركات رائعة، بارك الله فيكم. إذن لابد أني أستخدم استراتيجيات تخدم أكثر الأنواع من اللي هي الذكاءات المتواجدة لدى الطلاب. استراتيجية فكر زاوج، التعليم التبادلي، القبعات الست، بارك الله فيكم، جميل. أيضا استراتيجية الدقيقة الواحدة، فكر زاوج، غيره، الرؤوس المرقمة، جميل، العصف الذهني، بارك الله فيكم، تيريز، طيب، مخطط فين، التعلم التعاوني، جميل، جيسكو، حل المشكلات، بالفعل التعلم التعاوني، بارك الله فيكم، المنظمات التخطيطية، فراير، جدول التعلم،
ما وراء المعرفة، التعليم المتميز جميل. طيب الله يعطيكم العافية. بالفعل تحث هذه النظرية التربويين على فهم قدرات واهتمامات الطلاب، لأنه إذا فهمت قدراتهم واهتماماتهم أستطيع التعامل معهم وتعليمهم بالطريقة المناسبة لهم، ولما أعلمهم بالطريقة التي تناسب هذه القدرات والاهتمامات فبالتالي يحصل هم على يعني تعلم أفضل وتحصيل أعلى واستفادة قصوى من التعليم المقدم لهم. وحتى على مستوى الأبناء، لما أنا أراعي نوع الذكاءات الأعلى لدى طفلي والقدرات والاهتمامات الموجودة لدي، بالتالي أحصل على استجابة إيجابية، يعني استجابة ذات مؤشر عالي وتحقيق للأهداف اللي أنا أسعى لها من تعليمه شيء معين. بمعنى أنه في طفل ممكن أنا أكلمه أكثر من مرة عن موضوع فلا ما يستجيب أو تكون الاستجابة ضعيفة، لكن لو أنا أعطيته الفكرة بطريقة أخرى ممكن هو يستجيب استجابة أفضل على حسب أنواع الذكاءات الموجودة عنده وحسب قدراته واهتماماته. استخدام أدوات عادلة في القياس تركز على القدرات. إذن معنى هذا أنه يعني نقول التقويم المعتمد على الأداء لابد يكون في أدوات عادلة في القياس والتقويم تركز على القدرات المختلفة لدى الطلاب، وأيضا المطابقة ما بين حاجات المجتمع وهذه الاهتمامات الموجودة لدى الطلاب لإكسابهم معلومات ومعارف وتعليم يناسب المجتمعات، ويستطيع المتعلم أن يوظف هذه المعلومات والمفاهيم العلمية والمحتوى الذي يدرسه في حياته بصفة عامة. أيضا تحث هذه النظرية التربويين على مرونة وحرية التدريس للطلاب كاختيار الطلاب للطريقة التي تناسبهم في الدراسة، إذا كان بيتعلم فردي أو تعاوني أو بأي طريقة أخرى. وتساعد هذه النظرية على أن يوجه كل فرد للوظيفة التي تناسبه والتي تلائم قدراته ويتوقع أن ينجح فيها، فإذا ما استخدم نوع الذكاء المناسب وبشكل جيد قد يساعد ذلك على حل كثير من المشاكل. وتتحدث هذه النظرية عن المتبلورة، وهي قابلية التفاعل بين الفرد وأي ميدان من ميادين الحياة. معنى هذا الكلام إيه؟ معنى هذا الكلام إنه النظرة القديمة اللي كانت تقول إنه الناس الأذكياء هم اللي يتجهوا لدراسة الطب والهندسة، وبالتالي تنفي صفة الذكاء عن غيرهم الذين يتجهون لباقي المهن، خلاص اللغت لا وجود لها. فكل شخص بيتجه أو أفضل طبعاً إنه يختار توجهه للوظيفة التي تناسب نوع الذكاء الموجود عنده، ورح نشوف مع بعض في تفصيل أنواع الذكاءات والتعرف عليها كيف إنه بعض يعني بعض المهن تناسب عفواً أصحاب الذكاء الأعلى أو نوع معين من الذكاءات الأعلى الموجودة لديهم. طيب تعالوا نشوف مع بعض وصف الذكاءات المتعددة التي تناولها غاردنر. أولاً الذكاء اللغوي اللفظي. طيب تمام، الذكاء اللغوي اللفظي ترى عن ماذا يتحدث هذا النوع من أنواع الذكاءات؟ أعطوني تصوركم.
عن الكلام. جميل. التعبير، اختيار الألفاظ، تركيب الجمل. جميل. مخزون لغوي، طلاقة، مهارة الإقناع، القدرة على التركيب، المناقشة، البلاغة، الشعر. جميلة، مشاركات رائعة، الله يعطيكم العافية. الذكاء اللغوي بالتعبير، الإلقاء، الكتابة والتحدث، معاني الكلمات، رائع. اللباقة في التحدث طبعا. جميل. بالفعل هو القدرة، السرعة في الكلام، التلخيص، الخطابة. جميلة جدا مشاركاتكم، الله يعطيكم العافية. هو القدرة على استخدام اللغة، بالفعل يهتم باللغة والحديث، الكلمات المضادة، الفصاحة، المخزون اللغوي. جميل. طيب إذن هو القدرة على استخدام اللغة، سواء كانت اللغة الأم أو اللغات الأخرى، كما يجول بخاطرك ولفهم الأشخاص الآخرين. ويختص الشعراء بقدر كبير من الذكاء اللغوي، ولكن هناك الكثير من الكتاب والخطباء والمتحدثين والمحامين لديهم هذا النوع من الذكاءات عالي، بالإضافة طبعا للشعراء. وينطوي هذا الذكاء على المقدرة على التلاعب بتراكيب الجمل أو تراكيب اللغة والفونولوجيا، اللي هو علم الأصوات الكلامية، وعلم دلالات الألفاظ أو معاني اللغة والأبعاد العملية أو الاستخدامات اللغوية للغة، يعني استخدام الألفاظ والمصطلحات اللغوية بشكل قوي وبسهولة. اهتم غاردنر بعدم تسمية الذكاء اللغوي بأنه شكل من أشكال الذكاء السمعي الشفهي، يعني فرق ما بين الذكاء السمعي وما بين الذكاء اللغوي. من وجهة نظرك ما السبب؟ ما الفرق ما بين الذكاء السمعي الشفهي والذكاء اللغوي؟ إذن السمعي تسمع ببراعة لكن لا تتحدث بطلاقة. جميل. حسب نبرات الصوت السمعي قد لا يعبر. تمام. السمعي يعتمد على الأصوات. طيب واللغوي؟ يعتمد على الكلمات، يعبر. إذن يعبر بطلاقة، يستخدم المفردات اللغوية. جميل. ببراعة، مشاركات رائعة، الله يعطيكم العافية. بطلاقة ومرونة، ويركب الكلمات والجمل طبعا بطلاقة وبأسلوب جذاب وقوي. طيب غاردنر قال لنا في نظريته أن الأفراد الصم يمكنهم اكتساب اللغة الطبيعية، ويمكنهم استنباط المفردات وإتقان الأنظمة الإشارية، برغم من أنهم صم لا يسمعون، لكن يكون اللي هو أو يكون من الممكن أن يكون عندهم الذكاء اللغوي موجود رغم أنهم صم لا يسمعون. إذن هناك فرق ما بين الذكاء السمعي وما بين الذكاء اللغوي. يوجد شكل آخر من أشكال الذكاء يرتبط بالجهاز السمعي الشفهي أو الشفهي عفوا، وهو الذكاء الموسيقي، وهو قدرة الأفراد على تمييز المعنى والأهمية في مجموعة من طبقات الصوت، ورح نتعرف عليه بالتفصيل. طيب بالفعل الصم قد طبعا يعرفون اللي هو حسب حركة الشفاة، يستطيعون اللي هو إتقان الأنظمة الإشارية بلغة يتحدثون بينهم.
تعالوا نشوف ما هي صفات أصحاب الذكاء اللغوي. أصحاب الذكاء اللغوي لديهم القدرة على التعبير والتواصل مع الآخرين كلامياً وكتابياً وبلغة واضحة، إذا مو بس التعبير، بلغة واضحة. غالباً ما يفكرون بالكلمات ويفضلون دائماً تعلم مفردات جديدة. تمام؟ بالنسبة عشان أسئلتكم، اللي تشترك في المشاركة يظهر اسمها عندي الله يعطيكم العافية. أما بالنسبة للشهادات فهي ندوة وليس عليها شهادات، إنما الحضور للاستماع والفائدة والمشاركة طبعا. طيب، إذن أصحاب هذا الذكاء قلنا صفاتهم يعبرون، عذرا، إذن لديهم القدرة على التعبير والتواصل مع الآخرين كلاميا وكتابيا بلغة واضحة. غالبا ما يفكرون بالكلمات ويفضلون تعلم مفردات جديدة. يمارسون المطالعة يعني القراءة ونظم الشعر وتأليف القصص واللعب بالكلمات، وفي الحقيقة هم يحبون القراءة، وبالتالي أنا كمعلم أستفيد من هذه الصفة الموجودة لديهم، فراح يكون عندهم الاستيعاب القرائي عالي، إنهم يقرأوا كثير، والقراءة تكسبهم طبعا مزيد من المصطلحات اللغوية التي تفيدهم وتعزز لديهم هذا النوع من أنواع الذكاءات والاستفادة منه. غالبا ما يشاركون في النقاشات والمناظرات والخطب ورواية الطرف. إذا أنا لما أعرف هذه الصفات لدى الطلاب أو حتى الأبناء أستطيع أني أنا أستفيد منها في معرفة كيف يتعلمون وما هي الأنشطة والاهتمامات التي تثيرهم ويحبوا أنهم يشاركوا فيها. تمام؟ أيضاً من صفاتهم أنهم يعبرون عن أنفسهم بدقة وبالتفاصيل. جميل أنه نكتشف الذكاءات الموجودة لدينا أستاذة خديجة، بارك الله فيكي، لأنه راح نعرف كيف نتعلم بشكل أفضل على المستوى الشخصي. فكيف لما كمان أنا أعرف الطلاب الموجودين عندي كيف يتعلموا، ولما كمان أنا أعرف أبنائي إيش أنواع الذكاءات الموجودة عندهم وأتعامل معاهم على هذا الأساس، راح يكون مفيد جدا زي ما بنشوف بإذن الله لما نتعرف على كل نوع من أنواع الذكاء. إذن أصحاب الذكاء اللغوي ينفذون ما يطلب منهم من أساليب فنية كتابية، ولديهم قدرة جيدة على الاستيعاب القرائي زي ما ذكرنا. طيب، هنا ما هي أنواع الاستراتيجيات التي تناسب هذا أو أصحاب هذا النوع من الذكاء طالما هذه هي صفاتهم؟ ما هي الاستراتيجيات اللي تناسب تعلمهم؟ أصحاب الذكاء اللغوي، القراءة الفاعلة، جميل، التلخيص، أطلب منهم التلخيص أيضا، لا مقاطع صوتية ممكن. طيب، الكتابة، المعلمة الصغيرة اللي هو فن الحوار والإلقاء، جميل، بارك الله فيكم، وكتابة المسجلة الحلقية، رائع، قراءة القصة، كتابة القصة والمقال، جميل، تمثيل الأدوار، جميل. طيب، بارك الله فيكم، بالفعل هذه هي الحوار، المناقشة، الاستراتيجيات اللي تناسبهم. نيجي نتعرف على النوع الثاني من أنواع
الذكاءات، المسرح المدرسي ممكن. طيب تعلم من خلال الأقران، جميل. طيب نتعرف على النوع الثاني من أنواع الذكاءات، وهو الذكاء المنطقي الرياضي. بداية فيه سؤال قبل ما ننتقل، في سؤال بالنسبة للذكاء اللغوي. حابين تضيفوا طيب معلومة؟ طبعا نحمل كل أنواع الذكاءات التسعة، ولكن بتفاوت في النسب. كل شخص يحمل كل أنواع الذكاءات، لكن بنسب متفاوتة. سؤال: هل يوجد أشخاص لا يمتلكون ذكاء لغوي؟ احنا قلنا هي موجودة عند كل الأشخاص، لكن راح تكون موجودة عند بعض الأشخاص بنسب أعلى، يعني يكون عندهم الذكاء اللغوي اللفظي عالي. سؤال جميل: هل يوجد اختبار دقيق لقياس هذه الذكاءات؟ بالنسبة لجاردنر، هو قال إنه في نظريته قال إنه أفضل طريقة لقياس هذه الذكاءات هي الملاحظة، ولكن على مدى سنوات طويلة أظهر لنا البحث العلمي الكثير من الأدوات لقياس أنواع الذكاءات، ولكن يعني هي تعتمد على يعني أنه الشخص يبني، ممكن نحصلها طبعاً جاهزة في الدراسات العلمية، مقاييس لقياس أنواع الذكاءات، ويمكن استخدامها والاستفادة منها بناءً على الصفات التي توجد عند كل شخص. فبالتالي أنا ممكن أستخدمها في بداية العام الدراسي، يكون في عندنا أسبوع تمهيدي، أنا ممكن أستخدمها مع الطلاب لتصنيفهم، معرفة أن يعني تصنيفهم في مجموعات، بحيث أنه كل مجموعة يكون نوع الذكاء الموجود عندهم بنسبة عالية يكونوا مع بعض. يعني مجموعة من الطلاب ذكائهم اللغوي اللفظي عالي، أحطهم في مجموعة مع بعض، مجموعة عندهم الذكاء الحركي الجسمي عالي، أحطهم مع بعض في مجموعة، مجموعة الذكاء السمعي البصري لديهم عالي، أعلى من غيره من أنواع الذكاءات، ممكن أنا أحطهم مع بعض بحيث يسهل علي بعد كده التعامل مع كل مجموعة وتعليمهم وفق ما يناسبهم. ممكن من خلال سؤال الطلاب من البداية عما يحبون، بالفعل ممكن أنا أستنتج من خلال هذا السؤال يعني أنواع الذكاء الأعلى الموجود عندهم، فبالتالي أستطيع تصنيفهم. طبعا يعني قد لا يحبذ المعلم أنه يستخدم مقياس لقياس نوع الذكاء الموجود لدى الطلاب في الفصول ذات الأعداد الكبيرة، إذا كان عنده أعداد كبيرة من الطلاب يكون مجهد إلى حد ما على المعلم، لكن لو يعني أعد هذا أو استبانة إلكترونية مثلا لقياس أنواع أو لتحديد أنواع الذكاءات الموجودة، وكان في استجابة من الطلاب أولياء الأمور بالدخول على رابط الاستبانة الإلكترونية وتعبئتها مع طبعا يعني أنه الطالب يعطي اسمه، يكتب اسمه في الاستبانة، على أساس يستطيع المعلم بالاطلاع على تحليل الاستبانة أنه يحدد. طبعا فكرة جميلة وسهلة وتجعلنا نستفيد من التقنية في التعليم في تحديد الذكاءات المتعددة لدى الطلاب وفي غيره. طيب طبعا أنمي فيهم بقية الذكاءات أكيد من خلال تنوع الأنشطة، لكن أركز على الطريقة اللي يعني اللي تناسب نوع ذكائهم في تعلم المحتوى
الجديد، وأنوع طبعا في الأنشطة علشان يكتسبوا أو مو يكتسبوا، يعني تتم عندهم باقي الأنواع من الذكاءات. لأن إحنا زي ما قلنا الذكاءات كلها موجودة، وممكن أنا أنمي بعض الذكاءات لدى الطلاب والأبناء. طيب ننتقل للنوع الثاني من أنواع الذكاءات اللي هو الذكاء المنطقي الرياضي. الذكاء المنطقي الرياضي، تعالوا نشوف مع بعض ماذا نعني بالذكاء المنطقي الرياضي من وجهة نظركم. ممكن طالب واحد ينفذ جميع القدرات اللغوية؟ مو واضح السؤال أستاذة فتحية. طيب بالنسبة للمنطق الرياضي، القدرة الحسابية، القدرة على الحساب، يحب المعادلات والقوانين، يفكر قبل أن يجاوب، سرعة حل المسائل ذهنيا، جميل بارك الله فيكم، البراعة الرياضية. الحساب والإحصاء، يفكر بعقلانية شديدة، جميل. علشان تشوفي المشاركات اضغطي على شات الموجود في الشريط في نفس الشاشة عندكم. طيب الذكاء المنطقي الرياضي هو القدرة على استخدام العلاقات المتجددة وتقديرها كما يحدث في الحساب والجبر والمنطق والرموز وتنظيم العلاقات والمجردات واستخدام الأرقام بمهارة، ويرتبط به عمليات تخدمه كالتصنيف اللي هو الوضع في فئات والاستنتاج والتعميم وفرض الفروض. إذن هذه كل العمليات والمهارات مرتبطة بالذكاء المنطقي الرياضي. يضم هذا الذكاء الحساسية للنماذج أو الأنماط المنطقية والعلاقات والقضايا، مثل إذا كان كذا فإن كذا، والوظائف والتجريدات الأخرى التي ترتبط بها، وأنواع العمليات التي تستخدم في خدمة الذكاء المنطقي الرياضي. إيش هي أنواع العمليات اللي تخدم هذا النوع من أنواع الذكاءات؟ التصنيف، الاستنتاج، التعميم، والحساب، واختبار الفروض. إذن هذه العمليات يعني يبرع فيها أصحاب الذكاء المنطقي الرياضي. ما هي صفات أصحاب الذكاء المنطقي الرياضي؟ يستعملون المنطق والحساب بفاعلية في حل المشكلات التي يواجهونها. ضعيفة ممكن تقويها. كيف؟ حل المسائل الآن من أجمل الأشياء اللي حديثة تناسب عصرنا أو هنا مواكبة للتطورات الموجودة عندنا، وتنمي الذكاء المنطقي الرياضي البرمجة، والبرمجة في أصدرت اللي هي شركة مايكروسوفت لعبة ماينكرافت، لكن مو اللعبة العادية، لا، في لعبة تعليمية لماينكرافت طبعا تساعد على تنمية الذكاء المنطقي من خلال البرمجة، بالإضافة طبعا إلى الاستفادة من برمجة الميكروبيت وغيره. جميل جدا، حل المسائل بشكل مستمر ينمي هذا النوع من الذكاءات. أيضا الخوارزمي تقول لنا أستاذة وردة، أستاذة حليمة، حل المسائل بالفعل، هذه أشياء تنمي هذا النوع من أنواع الذكاءات.
حل المسائل منه أحياناً وخلاص لا، لكن أضع لنفسي تارجت معين من المسائل الحسابية أحله، زي مثلاً الناس اللي تدخل اختبارات القدرات يعني بالنسبة لنا إحنا الكبار، القدرات الجامعيين، أكيد يتدربوا على حل المسائل اللي تيجي في القدرات، فيلاحظوا هم في أنفسهم إنه هذا النوع من أنواع الذكاءات يرتفع عندهم، اللي هو الذكاء المنطقي الرياضي. علم الفرائض طبعاً، علم الفرائض لأنه فيه حساب ومنطق وتحليل اللي هي المسائل الوراثية فيما يخص اللي هو علم الفرائض، فبالطبع نوع من أنواع الذكاءات، التحقق من حل المسألة فعلا جميل طبعا جميل. ساعة برمجة بالفعل، لذلك اهتمت المملكة في تفعيل ساعة البرمجة في المدارس وفي جميع مؤسسات المجتمع لما لها من فائدة. أجد في نفسي صعوبة في هذا الجزء من الذكاء، مو مشكلة، أكيد في أنواع أخرى من الذكاءات عندك نسبتها عالية، وهذا النوع أيضا أنت ممكن تنمي. الألغاز الرياضية فعلا، الألغاز الرياضية والمسائل تنمي هذا النوع من أنواع الذكاءات. طبعا صاحب هذه الذكاء لديه قدرة على حل المشكلات لأنه بيفكر تفكير منطقي رياضي. جميل، أكيد في عندكم أنواع أخرى من الذكاءات نسب عالية، وزي ما قلنا هذا النوع ممكن أنه تشتغلوا عليه وتنموه وترتفع نسبته لديكم. طبعا يحتاج تدريب، كل أنواع الذكاءات ممكن أنه ننميها، لكن دائما سيكون لدى الشخص 3 أنواع أعلى من باقي، يعني نسبتها موجودة عنده بنسب أعلى من باقي الذكاءات الموجودة عنده. بالتدريب فعلا ترتفع نسبة هذا الذكاء، زي بالضبط الذكاء اللغوي اللفظي. بالتدريب على الإلقاء، في عندنا نوادي توست ماسترز بتعطي دورات في فن الإلقاء والخطابة باللغة العربية وباللغة الإنجليزية، فبالتالي ترتفع عندهم اللي هو نسبة هذا الذكاء، الذكاء اللغوي الرياضي. بياخذوا تدريب معين على الحوار والإلقاء. وكل أنواع الذكاءات زي ما قلنا يمكن إنه صقلها وتنميتها، طبعا كل نوع بما يتناسب معه. أستاذة ابتهال تقول لنا قراءة المعاجم والشعر والنثر والأهم القرآن الكريم تساهم في تحسين الذكاء اللغوي. طبعا أكيد بالفعل بشكل ملاحظ، الطلاب اللي بيشتركوا دائما في مسابقات القرآن الكريم الذكاء اللغوي عندهم فعلا عالي ومتميزين في هذه الناحية. الذكاء الرياضي يحتاج تنمية وصقل وتحفيز ومسابقات بالفعل. تبغوا الجهة اللي تقدم دورات في تنمية الخطابة، هو مو دعاية لهم لكن يعني معلومة حبيت إني أنا أفيد فيها. توست ماسترز، نوادي التوست ماسترز بيقدموا دورات في فن الإلقاء والخطابة باللغة العربية وباللغة الإنجليزية. طيب، القدرة على الكتابة. طيب ننتقل. يستمتعون طبعا أصحاب هذا الذكاء بالتعامل مع الأرقام والمعادلات والعمليات الرياضية، يتصف تفكيرهم بالعملية والمنطقية، ويتبعون الأسلوبين الاستقرائي والاستنباطي في التفكير. كلا الأسلوبين يمشي معهم، يناسب اللي هو الذكاء الرياضي المنطقي اللي موجود عندهم بنسبة عالية. يمارسون مهمة التجريب وحل الألغاز ومواجهة المسائل الصعبة بهدف حلها. إذن هم بيحبوا الألغاز
عشان كذا قلنا إنه البرمجة تناسبهم جدا ويحبوا الألعاب اللي فيها برمجة تناسبهم وتصقل هذا النوع من أنواع الذكاءات عندهم. والناس اللي موجود عندهم هذا الذكاء بنسبة أقل خاصة الأبناء أو الطلاب راح يستفيدوا من الألعاب اللي فيها برمجة في تنمية هذا النوع من أنواع الذكاءات. يتساءلون أيضا عن الأشياء الطبيعية ويفكرون فيها. يستعملون المنطق والحساب بفاعلية في حل المشكلات التي يواجهونها. يعني هم يفترضون دائما إنه واحد زائد واحد يساوي اثنين زي ما نقول. فالمنطق عندهم مهم جدا. لما تقولين لهم فكرة أصحاب هذا الذكاء إنك تقنعي بالفكرة. يعني تستخدم معاه أسلوب المنطق فيحس إنه في يعني نوع من المنطقية في الفكرة، ما يقبل الأفكار الغريبة بسهولة. ليه؟ هو تفكيره دائما منطقي، فيحب إنه يعني أي أوامر أو تعليمات تعطيها تعليمات تعطيها له في التعليم أو في التربية يقول لك طيب ليه؟ طيب ليش نسوي كده؟ طيب ما يقبل على طول التعليمات بدون ما يفهمها ويحللها ويكون فيها منطقية. يفكرون أيضا بشكل تدريجي ومفاهيمي، يعني يحبوا يفهموا كل الخطوات اللي يقوموا فيها ويقسموا الخطوات أو المعلومات اللي يأخذوها علشان يستوعبوها ويفهموها. طبعا هم يهتموا جدا بالفهم أصحاب هذا الذكاء، ولهم القدرة على اكتشاف العلاقات والأنماط التي لا يكتشفها الآخر. فيعني سبحان الله العظيم، هذا أصحاب هذا النوع من الذكاء بالفعل هم يكتشفون ممكن علاقات بعيدة غير واضحة ومرئية. ممكن تنمي زي ما ذكرنا من خلال حل المسائل والألغاز وحتى الكلمات المتقاطعة، ومن خلال تعلم البرمجة وممارسة الألعاب اللي فيها برمجة. هذه كلها أشياء تنمي هذا النوع من أنواع الذكاءات. طيب في أي سؤال قبل ما ننتقل؟ زي ما قلنا الأعداد الطالبات الكبير، الملاحظة أولاً لابد يكون المعلم ملاحظته قوية فيلاحظ كل نوع يعني الطلاب مختلفة يعني بطلابه. هذا الشيء. والشيء الثاني ممكن في بداية العام الدراسي أكون أنا يعني أعد اللي هو أداة لقياس الذكاء أو أنواع الذكاءات كشكل أو على شكل استبيان إلكتروني من خلال اللي هي تطبيقات جوجل أو تطبيقات مايكروسوفت، بحيث إني أعطي الطالبة أو الطالب فقط رابط يدخل ويختار الأشياء اللي تناسبه اللي موجودة فيه فعلاً في شخصيته، وبالتالي أكتشف أنا بسهولة وبدون عناء، لأنه مجرد ما أدخل على تحليل الاستبانة الإلكترونية أعرف. وإذا حطيت كمان اشترطت إنه يذكر اسمه أو تذكر اسمها الطالبة، بالتالي كذا أستطيع إني أنا أعرف أنواع الذكاءات الموجودة عندهم بسهولة، ليسهل علي اللي هو التعامل معهم. طيب راح أحط بعض النماذج بإذن الله في حسابي في تويتر لنماذج لقياس الذكاءات المتعددة، طيب كما وردت في الأبحاث والدراسات العلمية اللي أعدوها باحثين في دراسات ماجستير ودكتوراه. لا أنا راح أعطيكم محاور الاستبانة وإنتوا سووها إلكترونية، وياكم يا رب. طيب ننتقل للنوع الثالث من أنواع الذكاءات اللي هو الذكاء المكاني البصري. طيب هذا النوع من أنواع الذكاء تتوقعوا عن ماذا سنتحدث فيه؟ يحب مقاطع الفيديو، جميل. أيضا
ايوه يهتم بالصور والفروقات ما بين الصور. رائع. ايضا الصور المتحركه فعلا لديه قوه ملاحظه. جميل جدا، يصف المكان بدقه، يبرع في الرسم، في المنظمات، في قراءه المفاهيم. طيب كمان عارفين لما نروح مكان معين او نكون مدعوين لمناسبه معينه، وبعد ما نخرج من المناسبة يدور بيننا حوار كأسرة أو كأخوات مثلا أو أخوان في مكان معين، ونبدأ نقول مثلا تنسيق الديكور كان جميل، بس كان فيه مثلا بعض النوافذ ليس عليها ستائر مثلا، أو كان ألوان الستائر غير متناسقة في المكان، ويبدأ شخص من المشتركين في المحادثة يقول لم من جد ما لاحظ، لأنه يفتقد له، أو ما بنقول يفتقد، نوع الذكاء هذا موجود عنده بنسبة أقل من باقي الأشخاص. أصحاب الذكاء المكاني البصري، تعالوا نشوف مع بعض ما هي أهم الصفات اللي موجودة عندهم. طبعا سريع الملاحظة البصرية المكانية. جميل. محب للألوان، رائعة مشاركاتكم. دقة في الملاحظة، يصف أدق التفاصيل، يصف بصورة سريعة الأشياء، يهتم بالمكان. جميل جدا، بالفعل يهتم بتفاصيل المكان، عنده حساسية ناحية الألوان، يحفظ المكان بكل ما فيه بسهولة وتلقائية، ما يبذل جهد في أنه يتعرف على تفاصيل المكان اللي موجود فيه. يحب تحديد المواقع، وسهل عليه تحديد المواقع، يعني تقوليها طيب وصف لي المكان، كيف نروح للمكان الفلاني، تعب بوصف المكان وأقصر الطرق للوصول إليه أكثر من باقي الأشخاص. طيب مشاركات رائعة، الله يعطيكم العافية. منظم، جميل. الذكاء البصري يمكن أن يتطور، احنا قلنا إن كل أنواع ذكاءاتنا ممكن أني أنا أطوره وأنميه. هذا النوع من أنواع الذكاءات، المقدرة على إدراك العالم المكاني البصري بصورة دقيقة، مثل الصياد، هو يستطيع من رؤيته حتى لسطح الماء يعرف أنه في سمك في مكان معين. ممكن شخص آخر معاي يقول كيف عرف، يرمي السنارة لاتجاه معين. هو لديه هذا النوع من أنواع الذكاءات عالي. الكشافة، الناس اللي تشترك في رحلات الكشافة يكون هذا النوع من أنواع الذكاءات لديهم مرتفع. المرشد السياحي أو الدليل. أيضا يعني هذا الذكاء أصحابه أو أصحاب الذكاء المكان البصري اللي يكون عندهم عالي يستطيعون أداء وإجراء تحولات على تلك الإدراكات، يعني الأشياء هذه اللي هم بيدركوها، فيستطيعوا العمل ممكن كمصمم داخلي أو معماري أو مهندس أو فنان أو مخترع. ينطوي على هذا النوع من الذكاء أو على الحساسية تجاه الألوان والخطوط والأشكال في الفضاء. يعني إيش الأشكال في الفضاء؟ يعني لما أجي أطلب منه المشاركة في تأثيث مكان معين، هو يتصور شكل الأثاث في المكان الفاضي في الفراغ. جميل، مثل مصمم الديكور. رائع، بارك الله فيكم. طيب، ويدرك العلاقات القائمة بين هذه العناصر. يعني مثلا لما نروح نشتري أثاث، ممكن يقول لنا أنه لا، هذا النوع من الأثاث ما رح يناسب المجلس عندك، أو ما رح يناسب الصالة. ليه؟ يبدأ يشرح لي أو يقول لي أنه الأحجام ما رح تيجي. متأكد؟ أيوة متأكد. لما نبدأ نقيس أو نستخدم المتر مثلا، بالفعل نجد أنه ما يجي متناسب مع المكان، وقد يتناسب كحجم لكن لا يتناسب كمنظر. هو لديه تصور لشكل الأثاث، تمام، دقيق في اللي هو معرفة تناسق الأحجام مع المكان وحتى الألوان.
هذا النوع من الذكاء ليس مقصورا على المجالات البصرية، حيث لاحظ غاردنر أن الذكاء المكاني يتوفر أيضا لدى الأطفال المحرومون من نعمة البصر. كيف الاستدلال المكاني عند المكفوفين يحل محل الاستدلال اللغوي عند المبصرين؟ يعني سبحان الله، الشخص الكفيف اللي يكون لا يبصر يكون لديه حسية عالية للمكان اللي موجود فيه، تمام، بصيرة عالية، فيستطيع أنه يتحرك في البيت مثلا، ممكن حتى يروح حصر يروح للمسجد ويرجع لوحده بدون مساعدة، قد يستعين فقط مثلا بعصا أو شيء. طبعا هذا في الأول والأخير هو نعمة من الله سبحانه وتعالى، زي ما هم فقدوا هذه النعمة يبدلهم الله ويعطيهم يعني شيء آخر يكون قوي لديهم. أيضا السمع عندهم بيكون قوي. إذا جينا نتحدث عن الذكاء عندهم، فبيكون عندهم الذكاء المكاني البصري عالي رغم أنهم ما بيشوفوا. الذكاء هنا يستطيع اللي هو تصور المكان ذهنيا حتى لو ما كان يشوفوه، بالتالي يستطيعوا الحركة في بعض الأماكن يعني بدون مساعدة، زي ما نقول عليه إحنا بالفعل الإحساس. يتعلق هذا النوع بالقدرة على تصور المكان النسبي للأشياء في الفراغ زي ما قلنا، ويتشكل بشكل خاص لدى ذوي القدرات الفنية مثل الرسامين ومهندسي الديكور والمعماريين والملاحين. طيب ليه بالذات الرسامين؟ إيش علاقة الرسام هنا بالذكاء المكاني البصري؟ يستطيع في الرسم الفني مراعاة نسب الأحجام والأشياء الموجودة، تمام، ويتخيل الصور والألوان، وحساس بالنسبة للألوان واختيار الألوان وتنسيقها والأحجام الأشياء الموجودة في الصور. بمعنى لما يجي يرسم الأشخاص يستطيع معرفة النسب أو حتى أي حاجة، مو بس الأشخاص، نسب الأشياء الموجودة في الرسم بشكل صحيح ودقيق. طيب والملاحين، الملاحين لأنه بيتصور المكان اللي هو رايحه وكيف الطرق الموصلة، عفوا الموصلة إليه، وأسهل وأأمن الطرق. جميل، بارك الله فيكم، مشاركات رائعة. صفات الأشخاص الذين لديهم الذكاء البصري: يروي ويصف صور بصرية واضحة. إذن يستطيع أنه يصف لك صورة أو يصف لنا صورة بصورة دقيقة وواضحة لدرجة أنه يعني ينقلنا كأننا شفنا هذه الصورة. يقرأ خرائط ولوحات والرسومات البيانية بسهولة أكبر من قراءة النصوص، عفوا، تمام، يعطي تصور كامل عن المكان. إذن يستطيع قراءة الخرائط واللوحات والرسومات البيانية بسهولة أكبر من قراءته للنصوص. يحلم أحلام يقظة أكثر من أترابه، لأنه تخيل، بيتخيل أكثر من الناس اللي في نفس سنه. يستمتع بالأنشطة الفنية وبيكون بارع فيها. يرسم أشكال متقدمة عن سنه، إذن راح يكون بارع في الرسم، سواء الرسم الهندسي، الرسم النمذجة، يعني الأفكار المجردة يحولها لرسومات، ويعمل على اللي هو مثلا تنفيذ نماذج لها. يحب مشاهدة الأفلام المتحركة والشرائح وغيرها من العروض البصرية. مشاركات جميلة، بارك الله فيكم. يستمتع بحل الألغاز أيضا والأحاجي والمتاهات وغيرها من الأنشطة البصرية. يبني بنايات مشوقة ذات أبعاد ثلاثية، إذن هنا يبرع في تنفيذ النماذج في التعليم، أفضل من كثير من الناس اللي في سنه. جميل، يصمم مجسمات وتماثيل، إذن يعني يبرع في التصميم الهندسي. طيب ما أنواع الاستراتيجيات اللي راح تكون مناسبة لتعلم هذا أو الطلاب ذوي الذكاء البصري؟
العالي أخليهم يرسموا. جميل جدا. يعني مثلا أعطيهم ذكاء المكاني البصري عالي، خلونا نجي للرسم. الرسم جميل جدا هنا عندهم، إنه أنا لما أعطيه درس مثلا ذرة وتركيب الذرة، طبعا الذرة أشياء غير الملموسة فتحتاج خيال، وبالتالي الطلاب يجدوا صعوبة في تعلمهم. هنا هذا النوع أو الطلاب الذين لديهم هذا النوع من أنواع الذكاءات عالي راح يكون سهل عليه ينمذج تركيب الذرة ومكونات الذرة ومستويات الذرة وهذه الأشياء، ويكون سهل عليه أيضا إنه يرسمها، يرسم أفكاره. جميل جدا، يربط ما بين الصور، بيتعلم بشكل سريع وجميل من المقاطع، مثلا مقاطع ال طيب رحلة في أعماق البحار أو الفضاء أو داخل جسم الإنسان. ممكن التعلم باللعب، يحب المذاكرة بالفيديوهات والرسوم. جميل. بارك الله فيكم. كده طيب. وصلنا عند النوع الرابع من أنواع الذكاءات اللي هو الذكاء الموسيقي. ترى ماذا نعني بالذكاء الموسيقي؟ تعالوا نشوف تعريفه. هو القدرة على التفكير في الموسيقى والإيقاعات بأنواعها والتراتيل والتعرف عليها وربما التعامل معها ببراعة. حساسية السمع للأصوات. جميل، بارك الله فيكم. بالفعل يتمثل في القدرة على إنتاج الأنغام، الأغاني، تقدير الإيقاعات، طبقات الصوت. يتضح هذا الذكاء لدى القراء مرتلو القرآن الكريم، أيضا عند مهندسي الصوت وخبراء السمعيات. يكون هذا النوع من أنواع الذكاءات عالي عندهم، عشان كذا يتجهوا لهذه الوظائف لأنهم يبرعوا فيها. الأناشيد، الترتيل، برافو، جميلة جدا مشاركتك أستاذة فتحية. يقلد الأصوات بدقة، يستطيع أن يقلد الأصوات، يقلد صوت الشخص فلان وفلان وصوت أشياء معينة وكائنات معينة مثلا. بالفعل إذن هو يستطيع التحكم في طبقات الصوت عنده بمهارة. طبعا يبرعون في الترتيل، ونجد إنهم أصحاب القراءات المشهورة والقراءات اللي بيقرأوا القرآن بالقراءات السبع. طبعا بيكون هذا النوع من أنواع الذكاءات عالي عندهم. يستطيع أنه يقلد صوت مثلا قارئ معين بيقرأ القرآن، ممكن هو يقلد صوته، ممكن يميز صوته. ممكن لما نسأل مثلا قراءة لأحد القراء مثلا، ونسأل الطلاب أو حتى الإخوة في البيت، بعضهم يميز الصوت بعضهم لا يستطيع. طيب صفات أصحاب الذكاء الموسيقي. يخبرك متى تكون الأصوات الموسيقية نشازا أو مزعجة. طبعا الأصوات الموسيقية نقصد فيها الموسيقى وغيرها، أي إيقاعات، أي إيقاعات يستطيع اللي هو تمييز الأصوات المزعجة. يتذكر ألحان الأغاني ويقلدها بدقة كمان. له طريقة إيقاعية في التحدث أو الحركة، حتى لما يكون يتكلم له طريقة إيقاعية في التحدث، فنانة كذا فيها لمسة فنية. يدندن بطريقة لا شعورية لنفسه. عشان كذا أصحاب هذا الذكاء من الجميل جدا نوجههم لترتيل القرآن الكريم. طبعا لو ما وجهناهم لترتيل القرآن الكريم بيتجهوا للأشياء الأخرى، لأنه خلاص هذا شيء موجود في تكوينهم سبحان الله. فيبدأ يحفظ أي أغنية، أي نشيد، يدندن بطريقة لا شعورية، يسوي نقرات معينة على الطاولة مثلا وهو جالس يذاكر أو في الفصل أو
طيب أنا لما أفهم إنه ها يعني هذا الطالب أو إنه بعض الطلاب راح يكون هذا النوع من أنواع الذكاءات عندهم عالي، فلما أنا أدخل الفصل وأجده إنه يعني يهتم بمثلا بصوت معين بنقرأ على الطاولة، صحيح هذا الشيء مزعج، بس إذا أنا كمعلم تفهمت إنه هذا نوع الذكاء الموجود عنده راح يكون الموضوع أخف كثير علي، وأستطيع تحمل الشيء وتوظيفه توظيف مناسب. لما أنا أعرف أجد إنه فلانة أو فلان من الطلاب يحب ينقر على الطاولة أو نقرأ على الطاولة بشكل معين، فأبدأ أنا أستغل هذا الشيء، أعرف إنه من أصحاب الذكاء الموسيقي فأستفيد منه في مثلا إذا كان عندنا آية قرآنية أخليه هو يقرأ الآية القرآنية، أو يجلب لنا مثلا مقطع صوتي مثلا يخدم أهداف الدرس أو يحقق أهداف الدرس. جميل جدا، مشاركة جميلة أستاذ حصة، أقول لها صوتك جميل، حبة جميل. إذن أوجهها لإيه؟ الاستفادة من هذا النوع من أنواع الذكاءات في ترتيل القرآن الكريم. أكثر الطالبات يحبون النشيد بالفعل، أكثر مهارة في الإنشاد وفي إلقاء النصوص الشعرية، وبالتالي مشاركة رائعة هنا عندنا إنه المعلم لابد يراعي اختلاف نبرات الصوت، وطبعا هذا من أهم مهارات الإلقاء إنه أراعي نبرات الصوت، ما أكون دائما عندي الإلقاء على نفس وتيرة الصوت أو نفس نبرة الصوت، لابد يكون فيه تنوع. أطلب من أصحاب هذا الذكاء، جميل جدا، أعطيها مقطع للقراءة أو الشعر، يكون هنا ممكن الطلاب اللي لديهم هذا النوع من الذكاءات عالي يحبوا يشاركوا في الإذاعات بالفعل. هنا لما أنا كمعلم أفهم إنه هذا النوع من الذكاءات موجود لدى الطلاب، بالتالي أدخل الأناشيد ومقاطع الصوت المشوقة إلى المادة العلمية، خاصة لصغار الطلاب مرحلة رياض الأطفال مثلا اللغة المرحلة الابتدائية في المراحل الأولية، بيتعلموا الحروف عن طريق الإنشاد والأرقام أيضا. فيه هنا مشاركة جميلة من الأستاذة وفاء، بتقول لنا في اللغة الإنجليزية أيضا بيكون لديهم القدرة على تمييز نطق الكلمة إذا كان صحيح أو غلط أكثر من غيرهم من الطلاب. رائع، ليه؟ عندهم خلاص أذن موسيقية، زي ما نقول أذن موسيقية بتميز ما بين الأصوات وبالتالي ما بين الألفاظ إذا كانت صحيحة أو خاطئة، وبيميز. وإذا كانت اللغة الإنجليزية بريطانية أو أمريكية، جميل. الفيديو الذي يحتوي على أصوات كرتونية، طيب تقول لنا أستاذة فتحية أنه أصحاب هذا النوع من الذكاء بيكونوا أكثر ثقة في النفس وعندهم جراءة. طيب لديه صوت غنائي جيد، هم كمان في الغالب أصواتهم جيدة، قلنا أنه يستطيع اللعب على آلة موسيقية معينة، يستطيع أداء دور في مجموعة، يعني إيه؟ يعني يقول نشيد مع مجموعة ويضبط نفس الكلمات ونبرات الصوت مع المجموعة ويؤدي بشكل جماعي متميز جدا أصحاب هذا النوع من الذكاء. طيب أو اللي عندهم هذا النوع من الذكاءات عالي. طيب يدق وينقر بإيقاع زي ما قلنا على المكتب، وهو يعمل حساس للضوضاء البيئية كرذاذ المطر على سطح معين، كوقع رذاذ المطر على سطح معين، يعني ينزعج أكثر من باقي الأشخاص، أو مثلا لحركة الباب إذا كنا في مكان والباب يتحرك بفعل، ففعلا هنا هو حساس للضوضاء في البيئة. إذا لما أنا أعرف كمعلم أو حتى يعني كوالدين إنه في هذا إنه طفلي أو بعض الطلاب عندهم هذا النوع من أنواع الذكاءات عالي، ف
فبالتالي راح أكون حريصة على توفير الهدوء في البيئة التعليمية اللي هم موجودين فيها. ليه؟ لأنه يكونوا حساسين أصحاب هذا الذكاء إذا كان عالي عندهم، يكونوا حساسين لوقع رذاذ المطر على سطح معين قلنا، أو حركة الباب مع الهواء، أو الأصوات اللي تجي تلقائية ممكن في البيئة تعكرهم وتشوش فهمهم. أصحاب هذا الذكاء أيضا يستجيب باستحسان حين يستمع لترتيل الآيات القرآنية، هو يحب يسمع ترتيل للآيات القرآنية ويحب يعني حتى ينوع للأشخاص اللي يسمع لهم، مو دائما يسمع لنفس القارئ. يغني أغنيات تعلمها خارج حجرة الدراسة، طبعا زي ما قلنا عشان كده لما يجي يتعلم عن طريق الإنشاد بيكون بارع جدا. طبعا الآن الساعة عندي 5:45 دقيقة، يعني باقي تقريبا 45 دقيقة على نهاية الندوة. يعني أنا مدركة أنه تقريبا دخل وقت صلاة المغرب في بعض الأماكن، الله يعافيكم يا رب، فبالإمكان أنكم تصلوا وترجعوا. أنا بستمر كمان تقريبا ربع ساعة وبعد كده بتوقف دقائق معدودة لأداء الصلاة ونرجع نستمر إلى 6:30. ممكن الجزء اللي يفوتكم تتابعوه غدا بإذن الله تعالى، سيكون متاح على منصة تزامن تسجيل اللقاء. وأرحب بأسئلتكم ومتابعاتكم على تويتر، ومثل ما ذكرت راح أنزل بإذن الله مادة إثرائية تحت رابط نفس إعلان الندوة على حسابي، ممكن يعني الرجوع لها للاستزادة في حول الموضوع، وإياكم يا رب. طيب النوع الخامس من أنواع الذكاءات هو الذكاء الجسمي الحركي. هذا النوع من أنواع الذكاءات مهم و يعني يتعبنا نوعا ما في التعامل مع الطلاب. طيب اللي هو الذكاء الجسمي الحركي، الله يعطيكم العافية. أصحاب هذا الذكاء يجيدوا استخدام لغة الجسد، الألعاب الحركية بصفة عامة. طيب وأنا في الفصل ممكن أجد بعض الطلاب يتململوا، يحركوا أصابعهم، الذراعين، الرجلين مثلا، يعني حاول يتحرك حركته كثيرة في الطفل في الفصل. ونفس الكلام بالنسبة للأطفال في المنزل، فأنا أكون مدركة إنه هذا الطفل أو الطالب رح يكون نوع الذكاء هذا عالي عنده، وبالتالي جميل إني أنا أستفيد منه وأستغله استغلال حسن في تعلمه. تمام؟ تعريف هذا النوع من أنواع الذكاءات هو القدرة على استغلال كامل الجسد أو أجزاء منه زي اليد والأصابع وصول إلى حل لمشكلة ما أو صنع شيء ما أو استعمال نوع معين من المنتجات. إذن هذا أو أصحاب هذا الذكاء لديهم صفات معينة. هذا الذكاء يتحدى الاعتقاد الشائع بأن النشاط الجسدي والعقلي لا يرتبطان. كان في مقولة أو اعتقاد بأنه النشاط الجسدي لا يصحب نشاط عقلي، لكن أوضح أصحاب هذا النوع من الذكاء أنه بالعكس فيه تآزر وفيه أو النشاط الجسدي لابد أنه بيكون ملازم له نشاط عقلي في تفكير. وتبدو هذه القدرة لدى لاعبي ألعاب القوى الجراحين والحرفيين. يعني الجراح بيستخدم الأدوات بيده وبنفس الوقت هو يفكر فيما يقوم به، والحرفيين بنفس الطريقة، صاحب الحداد، النجار، الكهربائي، يكون عنده نفس الطريقة. فيه
توازن ما بين النشاط الجسدي اللي يقوم فيه وما بين التفكير. طبعا هنا من المفاهيم الخاطئة اني اقول للطالب اجلس لا تتحرك عشان تفهم، لا هو ممكن بيتحرك ويفهم، المهم انه انا اعرف كيف اوظف هذا النوع من انواع الذكاءات عنده في الصف واستفيد من حركته في شيء مفيد يفيده ويفيد يعني تنظيم وإدارة الصف بصفة عامة. يعني ممكن أخليه يشارك في الأنشطة، في توزيع المواد مثلا، المواد الأنشطة، في متابعة زملائه مثلا، في أنشطة حركية معينة إذا كنت بأستخدم كرسي الساخن أو غيره من الاستراتيجيات، فأراعي أصحاب هذا النوع من الذكاء، أطلب منه يساعدني، أطلب مثلا بعض أجزاء الملخص السبوري. ليه؟ لأنه هو يحب يتحرك، وإذا أنا خليته يعني يمارس الشيء اللي يحبه بكذا يكون في بيئة تعلم مريحة فيحبها. جميل، بالفعل ممكن أنه يشترك في تمثيل الأدوار. على الرغم من أهمية هذا الذكاء إلا أن اختبارات الذكاء أهملته زي الذكاء الموسيقي، تمام، اللي هي الذكاء الأوحد لما كنا نتكلم عنه، فكانوا يهملون أصحاب هذا النوع من الذكاء. طبعا أصحاب هذا النوع من الذكاء ممكن إنهم يبرعوا في مهن معينة، زي مثلا كمدربين رياضة، كسباحين، يبرعوا جدا في هذا في هذه الأعمال، تمام، لأنه بيستطيعوا الربط ما بين النشاط العقلي والجسدي. المنصة اسمها اللي هي منصة التعلم الإلكتروني لجامعة الملك خالد. طيب، صفات أصحاب الذكاء الجسمي الحركي: يتفوق في لعبة رياضية، وممكن يتفوق في أكثر من لعبة رياضية، يتحرك أو يتلوى ولا يستقر في مكانه لمدة طويلة. يعني إذا أنا خليته جالس على الكرسي لمدة طويلة هذا كأنه تعذيب بالنسبة له، فهو يحب الحركة. يقلد حركيا ببراعة إيماءات الآخرين أو لزماتهم، تمام. إذا بيقلد هنا، يقلد أصحاب الذكاء الموسيقي قلنا يقلد الأصوات، هنا يقلد الحركات والإيماءات أو اللزمات للأشخاص. يحب أن يجزئ أو يفكك الأشياء ويعيد تركيبها، إذن يحب يستخدم مهارات ويستخدم إيديه. إذن هذا النوع من الـ يعني الطلاب أصحاب هذا النوع من أنواع الذكاء أيضا يبرعوا في تنفيذ، جميل جدا، التجارب العملية والعلوم زي ما ذكرت أستاذة جمان. أيضا يحب أنه أو يبرع عفوا في عمل النماذج أو المجسمات المادية، يبرع في عملها. ليه؟ لأنه بيحب يستخدم يده. يبرع كمان في الحرف جدا، ككهربائي، كنجار، يبرع جدا في التعليم الحرفي أو في المهن الحرفية. طيب تمام، الله يعطيكم العافية. يضع يديه على شيء ويتناوله ويستمتع بالجري والقفز ممكن والمصارعة والأنشطة المشابهة. إذن أي أنشطة حركية يبرع فيها. بالفعل يعبر عن طريق لغة الجسد طبعا بمهارة، يعرف يستخدم لغة الجسد. طيب، يظهر مهارة في حرفة زي ما قلنا، زي مثل الحياكة أو الأعمال الخشبية، نجد أنه يبرع جدا في التصاميم الخشبية، في عمل الأثاث بالخشب مثلا والنحت، مثلا أي أعمال حرفية راح يبرع فيها. أيضا في الميكانيكا فعلا والكهرباء وغيره من الحرف. لديه طريقة درامية في التعبير عن نفسه، لأنه بيستخدم لغة الجسد بمهارة. يحكي عن إحساسات فيزيقية مختلفة أثناء التفكير أو العمل. يستمتع بالعمل بالطين زي ما قلنا، أو الخبرات اللمسية الأخرى. إذن أي شيء حرفي أو يستخدم فيه
حواسه رح يبرع فيه الذكاء البين شخصي أو الاجتماعي. الذكاء الاجتماعي هذا اللي بنشوف عنه إعلانات كثير ولدورات تتكلم عن الذكاء الاجتماعي. طبعاً هو نوع مهم من أنواع الذكاء، تعريفه بأنه القدرة على إدراك وتمييز مشاعر الآخرين وأمزجتهم وأغراضهم والحساسية لتعبيرات الوجه والصوت. إيش معنى هذا الكلام؟ معناه أنه أنا لما نجي في الصباح بالفعل يستطيع التعايش، لما أجي مثلاً في الصباح لمكان العمل أستطيع تمييز أنه فلانة من الزميلات أو من الزملاء عنده مشكلة معينة، أبدأ أنه أتعامل معاه بلطف، أسأله عن حاله، أعطيه فرصة أنه مثلاً يشاركني همومه أو الشيء اللي مضايقه. تمام؟ إذن عندي ملاحظة عالية لهذا الموضوع، إذا كان الاجتماعي أو البين شخصي عالي عندي. أيضاً تكملة التعريف أنه إيه؟ القدرة على إدراك وتمييز مشاعر الآخرين وأمزجتهم وأغراضهم والحساسية لتعبيرات الوجه والصوت والقيم والمعتقدات. يعني أصحاب الذكاء الاجتماعي حساسين لموضوع القيم والمعتقدات والتصرف بناء عليها، ويتضمن ذلك فهم الذات، هو يعرف نفسه فيستطيع أنه يتعامل أيضا مع الآخرين ويتحكم في تصرفاته، يحترم الآخرين ويحترم القيم والمعتقدات ويوظف ذلك في اتخاذ القرارات والإيماءات، والقدرة على الاستجابة للتلميحات والتصرف حيالها، يعني لبق اجتماعيا، والتأثير على الآخرين. يتضح هذا الذكاء لدى المعلمين والعاملين الاجتماعيين طبعا، والمدربين أكيد، والقادة السياسيين والمرشدين النفسيين، وأيضا الباعة لديهم هذا النوع ذكاء عالي، لذلك هم يستطيعون التعامل مع يعني مع المجتمع بكافة أنواع الشخصيات الموجودة فيه. يتفرع هذا لأنواع من الذكاءات اللي هو تنظيم المجموعات وفرق العمل، قيادة فرق العمل، الحلول التفاوضية، إقامة العلاقات الشخصية والتحليل الاجتماعي، اكتشاف مشاعر الآخرين ببصيرة نافذة. يعني ممكن أدخل على مديري مثلا أو على مديرتي في العمل وفي بالي موضوع مهم يهمني أنا شخصيا مثلا أتكلم فيه، لكن بمجرد المصافحة وإلقاء التحية أتراجع وأغير تماما الحوار اللي أنا رايحة وقاصدة أني أنا يعني أديره أو أسمع أو عفوا أسأل عنه على حسب مشاعر الآخرين، فيكون لدي حساسية للحالة أو مشاعر الآخرين في موقف معين، ومتى أقول ماذا، يعني متى أتكلم في موضوع معين. اجتماع هذه المكونات تحقق تهذيب العلاقات والجاذبية والنجاح الاجتماعي، بمعنى أنه يكون شخص خفيف الظل أو يكون شخص مريح، التواجد معاه مريح، لماح، يعرف متى يطرح الأسئلة أو يتكلم في موضوع معين. من أصحاب هذا أو صفات أصحاب الذكاء البين شخصي أو الذكاء الاجتماعي، يستمتع بالتفاعل الاجتماعي مع الأتراب. الأتراب يعني أصحاب نفس الفئة العمرية، بالفعل يحسن التصرف، عدم المصادمة والتقبل، هو يتقبل الآخرين وأيضا الآخرين بيتقبلوا بناء على اللباقة الموجودة عنده. يبدو قائدا على نحو طبيعي. أحيانا في شخص نقول يعني محبوب رغم انه مهاراته مثلا قليله في العمل او كمهارات اخرى، فليش يكون محبوب وناجح؟ لانه هذا النوع من انواع الذكاءات يكون عالي عنده، اللي هو الذكاء الاجتماعي، فيجد له قبول اجتماعي، محبوب، يبدو قائد لكن على نحو طبيعي بدون تكلف. ليه؟ لانه هو شخص اجتماعي، فبالتالي يحب الآخرين أنهم يتعاملوا معه ويستمعوا له، وخاصة أنه بيكون القيادة عنده تصرف تلقائي غير متكلف، ما بيشعرهم بالتعالي أو يعني أنهم تحت سيطرته أو قيادته. طيب، ينتمي إلى أندية ولجان أو تنظيمات أخرى،
و اللي هو طبعا يستمتع بالعمل الجماعي بالتدريس غير النظامي للأطفال الآخرين. بالتالي أنا ممكن أستفيد منه هنا من الطالب صاحب هذه أو اللي عنده هذا الذكاء عالي، أستفيد منه في تعليم الأقران زي ما اتفقنا. طيب يحب لعب الألعاب مع الأطفال الآخرين، يعني يحب الألعاب الجماعية، إذن راح يكون ناجح جدا في التعلم التعاوني، بيكون له صديقان حميمان وربما أكثر، يعني بيكون له مجموعة من الأصدقاء. أيضا لديه إحساس جيد بالتعاطف مع الآخرين والاهتمام بهم، بما أنه شخص اجتماعي ويلاحظ مشاعر الآخرين، فبالتالي يتعاطف معهم، يعني المريض يساعده ويعطف عليه، ممكن يسانده ويقدم له المعونة. يسعى الآخرون لصحبته، طبعا شخص اجتماعي أكيد راح يحبوا أنهم يصاحبوا. يبرع جدا طبعا في أعمال التطوع وفي كل الأعمال ذات الطابع الاجتماعي. بالفعل من أجمل الاستراتيجيات اللي هي استراتيجية المعلم الصغير. ليه؟ لأنهم راح يتقبلوا منه الأقران أو زملائه في الصف، بيتقبلوا منه بما أنه شخص اجتماعي وحبوب أو لبق، ينجح في الأنشطة اللاصفية. بالفعل يقدم النصيحة للأصدقاء الذين لديهم مشكلات، يبدو ذكيا في الشارع وفي في المنطقة أيضا. طيب لا قاعدين نرجع. نجي للنوع السابع من أنواع الذكاءات اللي هو الذكاء الضمن شخصي أو الذاتي. طيب تمام. في التدريس التبادلي طبعا يكون ناجح كمراسل، يكون ناجح. أيوة راح أوقف الآن 10 دقائق للصلاة ونرجع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا العلم النافع وانفعنا بما علمتنا. أرحب بكم مرة أخرى في ندوتنا اليوم والتي بعنوان الذكاءات المتعددة. تبقى جزء بسيط على نهاية الندوة، وبإذن الله تعالى كما ذكر لنا فريق العمل مشكورا أنه راح تكون متاحة الندوة مسجلة غدا بإذن الله تعالى على حسابات اللي هو منصة التزامن على اليوتيوب. نكمل. وصلنا عند الذكاء الضمن شخصي أو الذكاء الذاتي، ويقصد به معرفة الذات والقدرة على التصرف بالتوافقيا على أساس تلك المعرفة. يعني أفهم نفسي زي ما نقول، ومو بس أفهم نفسي وتفكيري ونقاط القوة ونقاط الضعف الموجودة، وإنما أيضا أستطيع يعني التعامل مع الحياة على أساس نقاط القوة والضعف الموجودة لدي كشخص. هذا الذكاء يتضمن أن يكون الفرد لديه صورة دقيقة عن نواحي قوته وحدوده، والوعي حتى بأمزجته الداخلية ومقاصده ودوافعه وحالاته المزاجية والانفعالية ورغباته، والقدرة على تأديب الذات وفهمها وتقديرها. وهذه راح نتوقف عندها شوية بعد قليل، نقطة طبعا جدا مهمة. طبعا هنا زي ما قلنا، أعرف أنا كشخص، معنى هذا الذكاء أني أعرف كشخص نواحي القوة الموجودة عندي ونواحي الضعف، وكمان أعرف الحالات المزاجية والانفعالية الموجودة عندي وكيف أستفيد منها. جميل جدا. مثل القدرة على اختيار التخصص بالفعل، ومثل معرفة متى يعني أستطيع الإنجاز كأفضل ما يكون خلال اليوم. في ناس مثلا
يعني زي أنا شخصياً أحب أشتغل في وقت السحر، هذا الوقت بيكون فيه عندي صفاء في الذهن وبيكون أفضل وقت أنجز فيه أعمالي، سواء الأعمال في الحياة العادية أو كبحث ودراسة. لكن في ناس لا تحب مثلاً تشتغل في الفترة المسائية، إذن هذا بيعود إلى الحالة المزاجية والانفعالية، تمام؟ فكون الشخص يعرف هذه الأشياء عن نفسه ويستطيع الاستفادة منها وتوظيفها في حياته طبعا بيكون مفيد جدا على المستوى الشخصي أهدافه التي يطمح لتحقيقها. يتعلق هذا الذكاء بالخصائص والسمات الذاتية ويتطلب القدرة على تواصل الفرد مع نفسه، يعني الشخص فهم نفسه. لكن طبعا مو كل الناس بيكون نسبة هذا الذكاء عندهم عالي، ولذلك مهم جدا إنه نعمل على تنمية هذا النوع من الذكاءات لدى الطلاب ولدى أبنائنا أيضا. فمهم جدا إنه يفهموا ويستطيعوا اكتشاف، دائما يستطيعوا اكتشاف نواحي القوة الموجودة عندهم والاستفادة منها وتوظيفها في حياتهم، ونواحي الضعف ويعني تقويتها والتغلب عليها. وقلنا إنه بنتوقف عند عبارة والقدرة على تأديب الذات وفهمها وتقديرها. القدرة على تأديب الذات، أصحاب هذا النوع من الذكاءات أو اللي لديهم هذا النوع من الذكاءات عالية، نجد إنهم يستطيعون بسهولة مقاومة الإدمان على عادة سيئة مثلا زي التدخين. لكن اللي بيكون عندهم هذا النوع من أنواع الذكاءات نسبته منخفضة، نجد إنه يعانوا وبصعوبة جدا ممكن إنهم يعني يتغلبوا على موضوع التدخين، أو موضوع مثلا سماع الأغاني، أو موضوع إيش كمان عندنا عادات سيئة، أي عادات سيئة أصحاب هذا الذكاء من أنواع يعني بيكون عندهم نسبة الذكاء الذاتي عالية، بيكون لديهم القدرة على تأديب الذات. بالتالي ما يسمحوا لعادة معينة إنها تتحكم فيهم، فحتى لو في فترة معينة كان عندهم اتجاه نحو عادة سيئة فهم يستطيعون التغلب عليها أكثر من غيرهم من إذن الأشخاص اللي بيكونوا عندهم ضعف نحو عادات سيئة معينة زي مثلا التدخين، هنا هذا النوع من أنواع الذكاءات بيكون عندهم منخفض، وبالتالي يحتاجون إلى تنميته. وبصفة عامة هذا النوع من أنواع الذكاءات يعني أنا أشوف إنه يحتاج جدا تنمية لدى جميع الطلاب وأبنائنا، فجميل جدا إنه نوجههم نحو التفكير في ذواتهم، يفكر في نفسه، يفكر في نواحي إيه. وجميل بالفعل، إدمان لعبة معينة، استخدام الجوال بطريقة معينة، يعني دائما يكون في يده، هذه أنواع من أنواع الإدمان. فجميل جدا إنه الشخص يمتلك القدرة على تأديب الذات، يسوي مراجعة ذاتية لنفسه كل بعد فترة، يفهم نقاط القوة الموجودة عنده، يعرف كيف يستغلها بشكل يفيده ويفيد المجتمع، يفهم نفسه، يفهم إيش نقاط الضعف اللي موجودة عنده ويعمل على تقويتها. بالفعل يكون واضح بالنسبة له ممكن سلبياته أو نقاط الضعف اللي موجودة عنده. بارك الله فيكم، مشاركاتكم جميلة. لذلك مهم جدا، أنا أشوف إنه مهم جدا تنمية هذا النوع من أنواع الذكاءات لدى الأبناء ولدى الطلاب. يتضح هذا الذكاء لدى العلماء والحكماء والفلاسفة، حيث أن المهارات التي تتميز لديهم اللي هي مهارات التأمل الذاتي ومراقبة الذات وإدراك وشعور الفرد بنفسه ومعالجة المعلومات بصورة ذاتية، يعني نشوف أي معلومة، أي دراسة، محتوى مثلا معين يدرسه، يبدأ يستفيد من المعلومات بصورة ذاتية ويوظفها في حياته. الالتزام بالمبادئ والقيم الخلقية والدينية تتضح في أصحاب هذا الذكاء، لأنه زي ما قلنا من سمات أصحاب هذا الذكاء
إنه القدرة على تهذيب الذات أو تقويم الذات، أيضا القدرة على الصبر على الشدائد والتحدي والثقة بالنفس، من سمات أصحاب هذا الذكاء. يتعلق هذا الذكاء بالخصائص، عذرا رجعنا. طيب، صفات أصحاب الذكاء الضمن شخصي أو الذكاء الذاتي: يظهر إحساس بالاستقلال والإرادة القوية. طبعا هو شخص بما أنه يفهم نقاط القوة الموجودة عنده ويدركها جيدا، فبيكون مستقل وإرادته قوية، وإحساس لديه إحساس واقعي بنواحي قوته ونواحي ضعفه. يعني لما أجي أكلف مجموعة الأبناء بمهام معينة، فنجد أصحاب هذا الذكاء راح يكون عندهم إرادة قوية فيكونوا مبادرين، لكن المبادرة عندهم محسوبة بمعرفتهم بنواحي القوة الموجودة عندهم. يعني هو الشخص يكون عارف نفسه، هو يقدر يقوم بهذه المهمة اللي أكلفه فيها أو لا، وما بيكون عنده تنصل من المسؤولية أو تقاعس عن تحمل المسؤولية، لأنه هو أصلا إرادته قوية ويعمل باستقلالية. تمام؟ إذن أصحاب هذا الذكاء، لما يكون عندي طفل أو طالب أنا أعرف أنه عنده هذا النوع من أنواع الذكاء عالي، ويبدأ يعتذر عن القيام بمهمة معينة، فأنا أتفهم أنه الذكاء الذاتي عنده عالي، وبالتالي أتفهم اعتذاره وما أعتبر أنه تهرب منه غير أي شخص آخر. ليه؟ لأنه طبعاً له معينة يتميز فيها عن أقرانه أو عن باقي الطلاب أو باقي الأبناء. يؤدي عمل جيد حين يترك لوحده ليلعب أو يدرس ويذاكر. إذن هذا النوع من الأشخاص أو الأشخاص الذين لديهم هذا النوع من الذكاء عالي يستطيعون تنظيم وقتهم، تمام؟ يستطيع الاستفادة من وقتهم، وأوقات الفراغ عنده يعني لا يتركها كذا يعني هباء تروح، أو إنه يقضيها بشكل غير مناسب ويقول يروح علي الوقت. لا، هو عنده تنظيم ذاتي، فيستطيع تنظيم متى يلعب متى يدرس كيف يستفيد من وقته. يلبي النداء بأسلوبه في العيش والتعلم. تصنيف الأعمال، جميل، تصنيف أعماله والاستفادة من وقته. يلبي النداء بأسلوبه في العيش والتعلم، لأنه فاهم نفسه، فبالتالي بيستطيع تنظيم حياته بالأشياء اللي يتعلم منها ويستفيد منها على الصعيد الشخصي. لديه ميل واهتمام أو هواية لا يتحدث عنها كثيراً. يكون عنده هواية هو ما يتكلم عنها، لكنه هو يمارسها ويحبها. لديه إحساس جيد بتوجيه الذات. إذا عنده يعني نوع من أو نسبة جيدة من توجيه الذات، وال يعني إيش نقول المخاطرات المحسوبة. يفضل العمل، جميل، الرقابة الداخلية. بارك الله فيكم. يفضل العمل بمفرده على العمل مع الآخرين. طبعا هذا شيء إيجابي أو سلبي، هو موجود في عند أصحاب أو عند نسبة كبيرة من أصحاب هذا الذكاء. يعني الناس اللي عندهم ذكاء ذاتي عالي في الغالب هم يحبوا العمل بمفردهم وليس مع الآخرين. طبعا إحنا يعني لابد أننا نتقبل هذه الصفات الموجودة عند كل شخص. أنا أتقبل إذا كان اجتماعي فأتقبل منه هذا الشيء وأوجهه للاستفادة منه في تعلمه وفي إفادة الآخرين، وإذا كان يعمل بمفرده كمان لابد أني أنا أحترم هذا الشيء في شخصيته، و يعني أشوف كيف ممكن هو يتعلم أو يستفيد من هذه الخاصية الموجودة عنده على الصعيد الشخصي وعلى ممكن إفادة الآخرين. طبعا هؤلاء الناس أو أصحاب هذا الذكاء بيكون لديهم تقدير ذات عالي، ومطلوب من يعني أهم زي ما نقول مبادئ الجودة الشخصية إنه الشخص يكون لديه تقدير عالي لذاته، تمام؟ زي ما نقول إحنا بعامية، إذا ما قدرت نفسي فصعب إنه الناس تقدر وأحصل على تقدير من الآخرين.
لكن هنا بيكون تقديره العالي لذاته نابع من معرفة عميقة لنقاط القوة والضعف الموجودة عنده. هو عارف فعلا أنه يقدر يقوم بهذه الأعمال أو بأعمال معينة ويتميز فيها، وبالتالي بيكون تقديره عالي لذاته. أيضا من صفات أصحاب هذا الذكاء أنهم قادرين على التعامل مع إخفاقات ونجاحات الحياة، بمعنى أنه النجاح ما بيخليهم يشعروا بالغرور أو ليه، عارفين بدقة نواحي القوة ونواحي الضعف الموجودة عندهم، فاهمين ذواتهم، وأيضا معرفتهم بذاتهم يخليهم يستطيعوا التعامل مع الإخفاقات ونواحي الفشل جميل اللي تواجههم في الحياة، ويستطيعوا توظيفها بشكل إيجابي من الإخفاقات أو المتاعب والصعاب اللي تواجههم في الحياة، ويحولوها إلى أشياء إيجابية تدفعهم للأمام ولا يعني توقفهم عن إكمال مسيرتهم. النوع الثامن من أنواع الذكاءات هو الذكاء الطبيعي، ونقصد به الخبرة في إدراك وتصنيف الأنواع الحية العديدة من النباتات والحيوانات في بيئة الشخص، وتتضمن أيضاً الحساسية تجاه الظواهر الطبيعية الأخرى مثل تشكيلات السحاب والجمال، والمقدرة على التمييز بين الأشياء غير الحية كالسيارات ومثلاً أغلفة الأسطوانات أو غيرها من الأشياء اللي هي موجودة في البيئة من حولنا. طيب هذا هو الذكاء الطبيعي. إذن لما أنا أشوف اهتمام طفل أو طالب بالكائنات الحية اهتمام شديد، أعرف أنه هذا النوع من الذكاءات عالي عنده. لما أنا أجي أشوف مثلا مرة علي في مرة من المرات طالبة جايبة معها بسة في الشنطة، فطبعا بصرف النظر عن ردة فعل المعلم، بس هنا لابد أتفهم أنه هذا الطالب عنده هذا النوع من أنواع الذكاءات عالي اللي هو الذكاء الطبيعي، يحب البيئة والتعامل مع البيئة والطبيعة. من صفات أصحاب الذكاء الطبيعي يطرحون أسئلة عديدة عن بيئاتهم، هذا ليه كذا؟ طيب ليش الجو كذا اليوم؟ طيب لماذا في قطرات ماء مثلا على الأسطح في الصباح؟ من صغرهم ومن فعلا من صغرهم من المراحل المبكرة في طفولتهم يبدأوا يسألوا أسئلة تتعلق بالطبيعة والبيئة. يبدأوا يسألوا كيف يسمع الخسوف، طب كيف يصير، طيب يبغوا يتعلموا أكثر عن الأشياء الطبيعية، يسرون بما يجمعونه من أشياء طبيعية مثل مجموعات الحشرات، الأصداف، أنواع من أوراق الشجر، أنواع من الزهور. هم يعني يحبوا فعلا يمارسوا الأنشطة اللي زي كده. إذا عرفت سمات أصحاب هذا الذكاء فأستطيع توجيه تعلمهم للاستفادة منه بشكل جميل فعلا. يبقون منشغلين بشدة في نشاط ما ولا يريدون أن يتوقفوا، إذا أعطتهم نشاط استقصائي معين فيحبوا أنهم ينهمكوا فيه ويحطوا كل ذهنهم وتفكيرهم والقدرات الموجودة عندهم في هذه الأنشطة. يرون نظاما وترتيبا بينما يرى الآخرون مجرد فوضى أو عناصر عشوائية. هم بيشوفوا يعني نظام وترتيب في الطبيعة والكون قد لا يرى الآخرين، سبحان الله. طيب نجي للنوع التاسع من أنواع الذكاءات اللي هو الذكاء الوجودي الذي أضافه غاردنر، هو الميل، عرفوا بأنه الميل إلى التوقف عند الأسئلة التي تتعلق بالحياة والموت والحقائق الأساسية ومن ثم التأمل فيها. يعني أصحاب هذا الذكاء يسأل طب إحنا من فين جينا، طب كيف جينا للحياة، طب كيف مثلا كيف خلقنا، طيب الله فين موجود. هذه الأسئلة اللي هي تهتم ب يعني أساس الوجود، لذلك سمي بالذكاء الوجودي. تمام. لابد هنا أنه يكون لدينا وعي عالي جدا لكيفية الإجابة على تساؤلات
يعني الأطفال والنشء والطلاب في حول هذه الأسئلة المتعلقة بالوجود بما يتناسب مبادئ ديننا الإسلامي، بحيث أني أنا يعني طبعا الرفض، رفض الإجابة على عن هذه الأسئلة، تمام، رفض الإجابة على هذه الأسئلة بيزيدهم فضول، ممكن يدفعهم للبحث عن إجابات، ممكن عن طريق النت، ممكن عن طريق يعني أشخاص غير مؤهلين، فأنا لابد أني أنا أجاوبه بما يعني مثلا أجمل إجابة. يلا قولوا لي نماذج من الإجابات. إحنا بنتكلم عن الذكاء الوجودي، طيب ممكن أنا أجاوبه إذا كان مثلا سؤال أحيانا نسأله الله كيف شكله مثلا، فأقول لهم أنه المؤمنين اللي بيطيعوا الله سبحانه وتعالى راح يكون لهم مكافأة يوم القيامة إنهم يرونه مثلا. لماذا خلقنا الله؟ الأسئلة اللي فعلا يعني ترد إلى أذهانهم ويبدأوا يسألوا عنها. أيوة جميل. فين الله مثلا بالفعل؟ كيف يعمل القلب؟ جميل، فعلا من الأسئلة المهمة التي يريدوها أو يذكروها الأطفال. ممكن كيف الله موجود على العرش؟ كيف شكل العرش؟ أسئلة زي كذا، إذن كلها تتعلق بالوجود، لذلك سمينا الذكاء الوجودي. ممكن أبغى أشوف الله أيضا. أيوة بإذن الله تعالى. هذه الأسئلة كلها أسئلة مهمة. من خلق الله بالفعل؟ أين يذهب الميت؟ هذه كلها أسئلة مهمة، لابد إني أسئلة إجاباتي تكون منطقية، لأن لو جاوبت بأي إجابة يبدأ يلجأ لأجهال، عفوا يعني أساليب أخرى لأشخاص آخرين ما أعرفهم، ممكن عن طريق الإنترنت يبحث، قد يقع في يعني معلومات مغلوطة لا تناسب طبعا ديننا الإسلامي، خرافات وما شابه يعني. فلابد أني أنا أجاوب الطفل بشكل يقنعه ويتوافق مع ما ورد في ديننا الإسلامي. كيف يسقط المطر ومن ماذا؟ أو أوضح له مثلا دورة الماء في الطبيعة، لكن أربط له الموضوع بإرادة الله سبحانه وتعالى، أنه إذا الله سبحانه أراد راح يصير هذا كذا وكذا، ويتبخر الماء ويسقط المطر، تمام. ولابد أني أراعي مستوى عقله وتفكيره وأبسط له المعلومة بما يتناسب طبعا مع عمره وطريقة تفكيره، تمام. في أي إضافات أو أسئلة؟ ماني منتبهة كم صارت الساعة، تقريبا انتهى وقتنا في الندوة. هو دائما يسأل فعلا عن الأشياء الموجودة حوله وحتى كمان عن نفسه. وإياكم يا رب، الله يعطيكم العافية. إن أحسنت فمن الله، وإن أسأت فمن نفسي والشيطان. مثل ما ذكرت لحضراتكم، هذا حسابي في تويتر، راح أنزل بإذن الله تحت نفس التغريدة اللي فيها إعلان الندوة مواد إثرائية لمن أحب الاستزادة في الموضوع. وبإذن الله تعالى ستكون تسجيل الندوة متاح كما أشار الزملاء المشرفين على الندوة، الله يعطيهم العافية. شاكرة جدا ومقدرة ثقتكم وثقة الجمعية السعودية العلمية للمعلم لإعطاء فرصة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد دائما وأبدا. وإياكم يا رب. لا طبعا ما في شهادات للحضور، وإنما هي ندوة كانت للاستفادة، وأتمنى أنها تكون فعلا حققت أهدافها، وأنك يعني استفدنا من هذا الوقت، ويكتب لنا لا علينا. ودعواتكم بظهر الغيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.